رمضان كريم يا حبايب، ماما سناء يا غالي. أقولكم يا حبايب، كنا نستقبل رمضان في الصعيد إزاي؟ كنا نستقبل رمضان بالخير. كنا أول بداية رمضان إن نشوف المنظرة عاوزة إيه. ما كانش يا نور عيني التلاجات والحاجات، نقولوا نجيبوا الحاجة نحطها في التلاجة. أول حاجة نجيب الفراخ، مش الفراخ البيضة يا نور عين، نجيب الفراخ البلدي كتاكيت ونربوه. كنا نجيب الفراخ ده هي على 3 شربات عشان نكبر كل 10 أيام فراخ. ما كانش في تلاجات. كنا نصحى الصبح نقضي مصالحنا وندبح الديوك، ندبح الديك، كل بيت اللي عاوز ديك، اللي عاوز ديكان، اللي عاوز 3، اللي عاوز 4، ونلينهم في حبة مية وملح. صحيين بدري عاد في الفجور يا نور عين، أول ما العصر يقول الله أكبر نصحى كلنا، ندخل عليه على القانون يا نور عين، على القانون، القانون اللي نجد فيه البوص ونجد فيه الخشب ونجد فيه الحاجات يا نور عين، ونطبخ فيه يا نور عيني، نطبخ في البراح. نمسك الفراخ نحشيها ونحطها في البرام يا نور عين، والتاجل في البرام، وبدل الخلاط تهرك القوطة يا نور عين بالمفراق. شي يا نور عين ينزل على البهايم يسقي البهايم ويدخل البهايم، وشي يبقى عامل في الأكل، نعمل الأكل يا نور عين. كانت المرحومة أمي اللي تعمل الأكل فوق، واحنا ننزل ندخل البهايم. كانت الطرمبة يا نور عين، احنا وعمامة، الطرمبة في قلب المدخل، ونحط الجردل ونجم. فيش وحدة لها بهايم ولا واحد له بهايم يا نور عين، كل بهايم نجمع، اللي واقفة على الطرمبة تجمع للبهايم، بهايم بيت فلان يدخلوا، بهايم كل بيوت يا غالي تدخل فيها بهايم. نطلع يا نور عين ننزلوا، كان الزمان اللي احنا اللي نحلب البهايم يا نور عين، نحلبها ننزل اللبن من نحلب لبننا يا نور عين، نطلع نلقى الاكل ام مجهزاه، نعمل عصيرنا يا نور عين. منين العصير؟ هنجيب الميه من الثلاجه يا نور عين ولا نضرب بالخلاط؟ كنا جايبين كل بيت زلعه جديده نقول عليها البلاص، بتكون تملي البلاص ده هي يا نور عيني من الصبح، وتبللها حتة قماشة وترميها عليه، تصبح منا للمغربية يا نور عيني يبقى كعصير القصب. المية، المية تحسيه مسكرة كعصير القصب. برضه المنظرة اللي يقول عليها الدوار، في بلاد تقول الدوار على المنظرة وفي ناس تقول المنظرة. نحط البلاصة بره عشان الناس تشرب يا غالي، مش كل واحد ياكل وحده، كل بيت ينزل صينيته. عمامة ننزل الصواني وتترص، نكون عاملين الحلويات يا حبايب، حلويات الحلويات يا نور عين، الحلويات الحلوة زيكم اللي بالسمنة البلدي وفي الفرن البلدي، مش الفرن اللي دلوقتي فرن البوتاجاز ولا الفرن دي يا نور عيني، ده يطلع مع العصير، الحلويات دي تطلع مع العصير، وتتحط التكل دي قبل العشاء، الحلويات تتكل قبل العشاء. المرحومة بي كان يفطر بيه، كان يفطر كوباية الحلبة الكبيرة تتعامل فيها حبة حلبة صغيرة والباقي سمنة، يشربها المرحوم أبويا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويغفر له ذنوبه، يشربها عري. كانت الحر في الصيف في البلد لو حطيت الفولة تتقلي، كان يقول أنا ما أحسش بالحر، كوباية السمنة دي النهار كله روياني جوع وبعطش يا نور عين. فأيام الخير كانت خير يا نور عين، أيام الخير كان كلها خير يا أهل الخير.
وايام عمامنا وايام اباطني وايام الخير كله. كان معانا عم تغرب يا نور عيني، حيت يجي كان يخلينا يخلي الوحده ما تاخدش نفس، وتجيك الناس في الليل بعد الفطار وتقدم الشاي وتقدم القهوه وتقدم المشروبات الحلوه كلها. كل اللي يطلب مشروب يلاقيه في البيت، تعدله كل حاجه في رمضان، تجيب المشروب كله في رمضان. تشرب ايه يا فلان؟ يقول لك اشرب كذا، مش يطلع لفلان كوبايه، يطلع الطاقم كله يشرب. وكانت الايام كلها خير وايام كلها رضا، ورضانا بالخير. وعدينا يا نور عيني، الحي هيفتكر الميت، هيفتكروا بيه بايام الخير. كنا شاب من ولاد عمامي، أخته وأخوها، احترام في الأخت والأخ، مش زي الأيام دلوقتي يا ولدي اللي اتقلت البركة. ما عادش دلوقتي يا نور عيني في أي احترام. وربنا يحترمكم ويرضيكم ويسعدكم ويعود عليكم رمضان بالخير ويديكم الخير والسعادة. حبايب ماما سناء، كل يوم وانتوا سعداء.